موضوعنا مالتي ديجري اوف فريدم سيستمز، الأنظمة الاهتزازية ذات درجات الحرية المتعددة. ودرسنا اليوم هو كيفية حساب الذبذبات الطبيعية وشكل النسق لنظام متعدد درجات الحرية. ناخذ معادلة تخص نظام ذو درجتين من درجات الحرية، اللي هي تكتب بصيغة عامة: الكتلة في التعجيل مضاف لها التخميد في السرعة مضاف لها الاستفنس في الإزاحة ويساوي القوة. هذه المعادلة تشير إلى نظام اهتزازي قسري، وهذا النظام الاهتزاز القسري مكون من درجتين من درجات الحرية، والكابيتال M تشير إلى مصفوفة الكتلة، والسي تشير إلى مصفوفة التخميد، والكي تشير إلى مصفوفة الستيفنس. إضافة إلى الأف يشير إلى متجه القوة، مثل ما مبين عندك هنا بالمعادلة رقم واحد. وهذا المعادلة اللي هي على شكل كومباكت فورم بالإمكان أن تكتب بالصيغة اللي مكتوبة بها المعادلة رقم واحد. هذه مصفوفة الكتلة، هذا متجه التعجيل، ومصفوفة التخميد متجه السرعة، ومصفوفة الستيفنس ومتجه الإزاحة إضافة إلى متجه القوة. لكون الحركة الاهتزازية هي هارمونيك توافقية، فالإزاحات مختلفة للنظام اللي هي تعتمد على عدد درجات الحرية، وعندنا نظام هنا ذو درجتين من درجات الحرية، فعندنا two displacements أو axes. بالنسبة للإحداث الأول أو الحرية الأولى، الـ x1 تفترض على أنه مكون من amplitude والطور لأي one sin omega t، أو تكتب بالإمكان أن تكتب بها الصيغة هذه هي x1 equal to a1 e to i omega t، إضافة إلى الـ x2 هي تكون أيضا amplitude وطور a2 sin omega t، أو x2 هي a2 e to i omega t. فهنا سواء كان للـ x1 أو الـ x2 عندك شيئين، الشيء الأول للـ amplitude والشيء الثاني هو الطور، أو كتب هذا الطور بصيغة الساين أو بصيغة الـ e to i omega t، أيا كان هي ما يفرق شيء. هذا الفكتور يمثل متجه الإزاحات x1 x2، بالإمكان كتابته على صيغة كومباكت اللي هي الـ x capital اللي هو أيضا فكتور e to i omega t، والـ x هو الـ transpose دي الـ x1 x2 أو يمثل X1 والX2، ويدعى بالمود شيب فكتر. اعتيادا، النظام الاهتزازي يمتلك ذبذبة طبيعية معينة، وعدد الذبذبات الطبيعية للنظام الاهتزازي يعتمد على عدد درجات الحرية. لكل درجة من درجات الحرية ذبذبة طبيعية واحدة. ولغرض معرفة الذبذبات الطبيعية لهذا النظام، نبسط النظام، نفترض أنه التخميد غير موجود والقوة غير موجودة، فيكون عندك undamped free system with 2 degrees of freedom، ويكتب بهذه الصيغة من بعد تعويض المعادلة رقم 2 اللي تنطي شكل الحركة بالمعادلة الأولى رقم واحد مع حذف تأثير التخميد والقوة الخارجية، فنحصل على العلاقة رقم 3. وهذه العلاقة بالإمكان كتابتها بصيغة أكثر اختصار، اللي هي ناقص أوميغا تربيع بالماس ماتريكس بالأكس فكتر مضاف لها الكي ماتريكس بالديسبليسمنت فكتر أكس. و قيمة الذبذبة الطبيعية لغرض إيجادها بالإمكان الحصول عليها
من خلال هذه المصفوفة اللي هي مكتوبة بالصيغة رقم 4 أو بالصيغة رقم 3 بإيجاد قيمة الديتيرمننت المحدد للمصفوفة. بإيجاد قيمة الديتيرمننت للمصفوفة هذه ومساواة الديتيرمننت للصفر نحصل على معادلة تدعى معادلة الخاصية characteristic equation، وهاي الكاركترستيك إكويجن من خلالها حصل على مجموعة القيم للذبذبة الطبيعية اللي تعتمد على درجة المعادلة، ودرجة المعادلة تعتمد على عدد درجات الحرية. مثالنا هذا عندنا درجتين من درجات الحرية، فبالتالي يكون عندنا ذبذبتين طبيعيتين. هذه صيغة عامة اللي هي تنطي قيمة الديتيرمنت. هاي المعادلة رقم 5 تؤول إلى معادلة قلنا سميناها الكاركترستيك إكويجن، معادلة من الدرجة معادلة تدعى كوادراتيك إكويجن من الدرجة الرابعة بدلالة الأوميجا، أو من الدرجة الثانية بدلالة إذا متغير آخر نسميه كل أوميجا تربيع أوميجا، وبالإمكان إيجاد قيم الأوميجا الخاصة ب هالعلاقة هذه من خلال العلاقات الرياضية المتوفرة. المعتاد عدد ذبذبات النظام تكون بعدد درجات الحرية، والذبذبة الطبيعية الأولى أقل من الذبذبة الطبيعية الثانية، والثانية أقل من الثالثة، وهكذا. إضافة إلى ذلك لا توجد ذبذبة طبيعية من قيمتها سالبة، لأنه في بعض الأحيان من خلال الحسابات النظرية ومن خلال إيجاد جذر تربيعي مثلا لعلاقة معينة، الجذر التربيعي اللي نعرفه هو سالب موجب، فأي قيمة سالبة هي ليست صحيحة، لأنه الذبذبة الطبيعية هي خاصية في زاوية للنظام الميكانيكي المعين. بموضوعنا هذا اللي هو درجتين من درجات الحرية، فتكون عندك ذبذبتين من الذبذبات الطبيعية، والذبذبة الطبيعية الأولى هي أقل من الذبذبة الطبيعية الثانية. لإيجاد قيمة الفكتور X أو X1 و X2 بالإمكان الحصول على هالقيمة هذه من المعادلة رقم 3 أو بالمعادلة رقم 4 باستخدام ما يسمى كرامرز رول. وإذا نطبق الكرامرز رول على المعادلة 3 أو المعادلة رقم 4، فال X1 وال X2 نحصل على قيمهم من خلال صيغة كرامرز رول اللي هي determinant مقسومة على determinant النظام الأساسي الكلية. وهالمقدار هذا إذا نلاحظ عن قيمته أنه العمود الأول عمود صفري الخاص بالX1، والعمود الأول الخاص بالX2 أيضا صفري، وبالتالي قيمة الX1 راح تكون قيمة صفر، والقيمة الثانية لX2 أيضا تكون قيمتها صفر، وهذا القيم اللي هي X1 قيمتها صفر والX2 قيمتها صفر، هذه تشير إلى أنه هذا الحل يدعى بالحل trivial solution، الحل الذي لا يؤدي إلى نتيجة صحيحة. بالتالي هذا الأسلوب بإيجاد المود شيب هذا يكون غير صحيح، فنلجأ إلى أسلوب آخر أنه قيم هاي الأوميجا 1 وأوميجا 2 إذا كان أكثر من درجتين من درجات الحرية يكون عندك 3 4 وهكذا، كل فريكونسي اللي حصلتها من المعادلة رقم 5 اللي هي الديتيرمنت مساويها للصفر تعوضها بالمعادلة رقم 3 أو المعادلة رقم 4، ولكل قيمة من هاي القيم تحصل على قيمة الـ X1 و X2 الواحدة نسبة إلى الأخرى بسبب كون الجانب الثاني للعلاقات هذه يساوي صفر. وإذا كان الجانب الثاني يساوي صفر مثل ما شفنا هنا بهالعلاقة كرامر، إذا نستخدم هالأسلوب هذا أو لإيجاد قيمة X1 و X2 لا يمكن الحصول على القيم الواقعية، بل نحصل على قيمة X1 بدلالة X2 أو X2 بدلالة X1 من بعد أن ما تفترض قيمة معينة لـ X1 أو X2.
وهذا ما نحصل عليه من خلال تعويض قيمة الأوميجا مثلا رقم واحد بالمعادلة رقم ثلاثة أو أربعة قلنا، ونحصل على هالعلاقة اللي هي العلاقة رقم ستة. ومن خلال هالعلاقة نلاحظ أنهم الأكس واحد والأكس اثنين، الواحد مرتبط بالآخر بالمعادلة الأولى، وكذلك الأكس واحد والأكس اثنين مرتبطين بعضهم مع البعض الآخر بالمعادلة الثانية. فمن خلال المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية الأكس اثنين راح تكون بدلالة الأكس وان، هذا للمود الأول. وكذلك طبعا من بعد ما تعوض الأوميجا رقم واحد هنا بهالمقادير هذا، وكذلك الأكس اثنين بدلالة الأكس وان بالنسبة للمود الثاني. المعتاد أنه أحد هالقيمتين أو القيمة الأولى الأكس وان مثلا تعطى قيمتها واحد، وشلون هسه قيمتها تكون واحد؟ هذه المعتاد، القيم هذه normalized، تجرى عليها عملية normalization، أي بقسمة هذا الفكتر كاملا على أحد العناصر الموجودة بهذا المتجه، وليكن العنصر الذي يقسم عليه هو رقم واحد، فيكون عندك هذا المقدار normalized، أي أنهم الأكس واحد هو نسبة إلى الأكس واحد، فالأكس واحد إلى أكس واحد تكون قيمته واحد، والأكس اثنين نسبة إلى أكس واحد، والأكس ثلاثة إذا كان متوفرا نسبة إلى أكس واحد، وهكذا. فالعملية تكون أكس واحد قيمتها كأنه واحد، والأكس اثنين راح تكون مضروبة كقيمة مضروبة بالأكس واحد اللي هي واحد، وبالتالي راح تبقى بس بهالمقدار هذا فقط. ناخذ مثال على الموضوع هذا، ناخذ مثال على الموضوع هذا ونشوف انه هذا المثال نقرأ determine the natural frequencies and mode shapes for the undamped 2 degree of freedom system shown، اللي هو موضح بالشكل هنا. النظام هذا عبارة عن كتلة رقم واحد مرتبطة بجدار من خلال نابض الاستفنس مالته كي، ومرتبطة بكتلة ثانية من خلال نابض أيضا استفنس كي، والكتلة الثانية مرتبطة بجدار آخر من خلال نابض الاستفنس الخاصة بكي. وحتى نوجد الذبذبة الطبيعية أول خطوة نجري هي إيجاد معادلات الحركة الخاصة بكل كوردينات أو كل كتلة، ونطبق قانون نيوتن، وقانون نيوتن الثاني يحتاج إلى الفري بودي دايجرام لكل كتلة. وإذا نأخذ الكتلة الأولى، إذا تحرك إلى اليمين فقوة النابض تكون شدية إلى اليسار، والنابض الثاني البيني راح يكون أيضا إلى اليسار، وقيمة النابض الأول كي في أكس واحد، والنابض الثاني القوة الخاصة به كي في أكس واحد ناقص أكس اثنين. فإذا نطبق هذا الفري بودي دايجرام summation of forces يساوي الكتلة بالتعجيل، اللي هو هاي القوة والقوة الثانية تكون سالبة مثل ما يظهر هنا بالعلاقة، يساوي الكتلة بالتعجيل مع إعادة ترتيب هاي العلاقة نحصل على العلاقة رقم A. الكتلة الثانية أيضا summation of forces يساوي الكتلة بالتعجيل، القوة الخاصة بالنابض اللي موجود بالجانب الأيمن مع الجدار كي أكس 2 إلى اليسار وتكون سالبة لكون حركة الأم اثنين أو الكتلة الثانية إلى اليمين، والقوة الناتجة من النابض البيني هي كي في أكس واحد ناقص أكس اثنين تكون باتجاه الحركة، أو إذا نكتبها كي في أكس اثنين ناقص أكس واحد تكون باتجاه معاكس لاتجاه الحركة، وتكتب هنا مثل ما ظهر بهاي العلاقة. وهنا الـ F of T موضوعة قيمتها بالواقع صفر غير موجودة، فتكون قيمتها صفر، فمع إعادة ترتيب هاي العلاقة نحصل على العلاقة الثانية اللي هي B، مع العلم بكون القيمة للقوة الموجودة هنا صفر لأنه عندك Free Vibration. هاي العلاقتين المعادلات الخاصة بالحركة، عندك الحركة X1 والحركة X2، الثنين تكون حركتهم هارمونيك، فإذا تكون الحركة الهارمونيك فالX1 هي مكونة من amplitude وطور A1 sin omega t، أو تكتب بهذا صيغة الإكسبونينشال. كذلك الA2
أو الأكس 2 قيمتها أي 2 في ساين أوميجا تي، أو الأكس 2 تساوي أي 2 في الإكسبونينشال، والعلاقتين السي والدي إذا نعوضهم بالعلاقتين الأي والبي، أي أنه السي بالأي ونعوض الدي بالبي، نحصل على العلاقتين هذه اللي هي بدلالة الكي والأوميجا والأم كبارامترز، ويا الأي واحد ويا الأي اثنين. كذلك ما يخص المعادلة الثانية اللي هي البارامترز كي ويا الأوميجا ويا الأي وان وأي تو اللي هي الأمبليتودز، وهاي العلاقتين بالإمكان كتابتهم على شكل ماتريكس. هاي الماتريكس مكونة من البارامترز والأمبليتود فيكتور، هذه الكي والأوميجا والأم هاي البارامترز، والأي 1 وأي 2 هذه تمثل الأمبليتود فيكتور. لغرض الحصول على قيمة الذبذبة الطبيعية الخاصة بهذا النظام، نحصل على قيمة الديتيرمننت أو نجري عملية تصفير لمصفوفة هاي العلاقة. شنو المقصود بالتصفير المصفوفة؟ أنهم الديتيرمننت لهالعلاقة هذه تنطي معادلة، وهذه المعادلة تدعى بالكاركترستيك إكويجن، وهذه الكاركترستيك إكويجن إذا تم مساواتها للصفر وتم إيجاد الجذور الخاصة بها، هذه الجذور تدعى بالإيجن فاليوز، وهذه الإيجن فاليوز هي الخاصة بالذبذبات الطبيعية الموجودة بهذا النظام. الديترمينانت الخاصة بها المصفوفة هذه هي مثل ما موجود هنا 2K ناقص أوميجا تربيع في أم، هذا الألمنت الأول، وهذا الألمنت الثاني، هذا اللي هو يخص الصف الأول، الصف الثاني الألمنت الأول، وهذا الألمنت الثاني الخاص بالصف الثاني. الكاركترستيك إكويجن راح تكون حاصل ضرب هذا الألمنت الأول في الألمنت الثاني من الصف الثاني، أي أنه حاصل ضرب الدياجونال elements مطروح من عند الدياجونال elements الأخرى، وعملية إيجاد determinant لمصفوفة 2 في 2 تكون سهلة، باعتبار أنه إيجاد المحدد هذا أو determinant بشكل مباشر أنه ضرب الدياجونالز المتقابلة الفورورد مطروح من عند الاتجاه الآخر، وتحصل على علاقة راح تكون هاي العلاقة بدلالة الأوميجا أس 4 وأوميجا تربيع وأوميجا الصفر، مثل ما موجود هذا العلاقة من خلال هالعلاقة هذه. ولكون العلاقة تكون بدلالة الأوميجا أس 4، فبالتالي يفضل أنه تفترض كل أوميجا تربيع تساوي لامدا. فإذا كان عندك كل أوميجا تربيع تساوي لامدا، هل الديتيرمننت ستؤول إلى معادلة جبرية من الدرجة الثانية بدلالة اللامدا، فتكون هذه لامدا تربيع مضاف لها إلى معامل اللامدا ومضاف لها معامل لامدا الصفر. هذه المعادلة الجبرية من الدرجة الثانية، البارامترز الموجودة بها كي وام، والمتغير هو اللامدا، فقيمة المتغير اللامدا يدعى بالايجن فاليوز، قيم ايجن، و بالإمكان إيجاد هاي الايجن فاليوز باستخدام مثلا الدستور لإيجاد هاي القيم كمعادلة جبرية من الدرجة الثانية. فباستخدام مثلا الدستور نحصل على القيمة الأولى لامدا 1 هي 3 على 2 مطروح من عدد، باعتبار أنه هاي الثلاثة هي قيمة البي، لأنه يعني علاقة الدستور سالب بي ومضاف له ومطروح من عنده، يعني مضاف أو مطروح الجذر بي تربيع ناقص 4 أي سي، والكل مقسومة على 2 أي، والأي هنا قيمته 1، فتحصل من خلال الدستور على قيمة الذب الأيجن فاليو الأولى واللي قيمته 0.634 كي على أم، وكذلك اللمدة الثانية الأيجن فاليو الثانية اللي فرقها هي الجزء هذا السالب بيصبح موجب، فتحصل على قيمة الذبذب الثانية أو الايجن فاليو الثانية 2.366 كي على ام. ومثل ما عرفنا الأوميجا تربيع لامدا، فراح نحصل على الأوميجا الأولى
من خلال هاي القيمة اللي هي راح تكون جذر اللمدة واحد، والأوميجا الثانية هي جذر اللمدة اثنين، فالأوميجا واحد قيمتها لمدة واحد تحت الجذر بحسب المقدار اللي تم إيجاده، كذلك الأوميجا اثنين تساوي اللمدة اثنين تحت الجذر حسب ما حصلنا على قيمة اللمدة واحد ولمدة اثنين. هذا الخاص بالذبذبة الطبيعية اللي مطلوبة بالنسبة لي هذا النظام. ما يخص الموت شيب، ما يخص الموت شيب معناها إيجاد قيمة الأكس واحد وأكس اثنين أو قيمة الأي وان وأي تو اللي هي الأمبليتود من خلال تعويض الأوميجا الأولى في العلاقة هذه للحصول على الموت شيب الأول، وكذلك تعويض المود الثاني بنفس العلاقة للحصول على الموت شيب الثانية. فبتعويض هاي الأوميجا اللي قيمتها تحت الجذر 0.634 كي على أم بالعلاقة رقم E هذه، نحصل على العلاقة ما بين A1 إلى A2. قلنا أنه A1 تحسب بدلالة A2 أو A2 بدلالة A1، وهنا A1 نسبة إلى A2 للمود الأول، ها بين قوسين المود الأول يساوي K على 2 K ناقص أوميجا واحد تربيع الأوميجا واحد اللي أوجدنا قيمتها بهالمقدار هذا، فنعوضه هنا ونحصل على قيمة الـ A1 إلى A2.732، ولكون الـ A1 هي تفترض قيمتها واحد فقيمة الـ A2 راح تكون قيمتها 0.732. المود الثاني هذه العلاقة نفس العلاقة السابقة الخاصة بالـ A1 إلى A2، لكن نعوض قيمة الأوميجا بالفريكونس الثانية اللي قيمتها حصلنا عليها سابقا تحت الجذر 2.366 كي على أم بهالمقدار هذا، فنحصل على قيمة الـ A1 إلى A2 سالب 2.73. والفكتور الخاص بالمود الأول بالإمكان كتابته بهاي الصيغة phi1.731 أي إذا نسبت الأولى إلى الثانية، أو واحد وهنا 0.73 حسب النسبة تنسب واحد إلى اثنين أي واحد إلى اثنين أو أي اثنين إلى أي واحد. كذلك الخاص بالمود الثاني سالب 2.731. هذا المود شيب إذا نرسمه للكتلتين، هذا نفترض الخط الأفق هو الإكوليبريم بوزيشن اللي يكون الإزاحات بصفرية، وهذا المقدار اللي هو 0.731 والوان يمثلون الامبليتيودز للكتلتين الأولى والثانية. هالواقع هو الواحد منسوب إلى الثاني، يعني ليست قيم ذات وحدات بل هي قيم نسبية، الواحد منسوب إلى الآخر أو ما يدعى به النورمالايز. هذا الخاص بالمود الأول. من هذا الشكل نستخلص أنه الكتلتين بالمود الأول الكتلتين يتحركان بنفس اتجاه ولكن بإزاحتين مختلفتين أو أمبليتود مختلفة الواحدة عن الأخرى، أي أنه إذا نرجع إلى الشكل، إذا الكتلة تحركت إلى اليمين فالكتلة الثانية تتحرك لليمين أيضا، وإذا الكتلة الثانية تحركت إلى اليسار الكتلة الأولى تحركت إلى اليسار كذلك، ولكن إذا الكتلة الأولى مثلا واحد فالثانية 0.73 كذا، وإذا تنسب النسبة فتكون هي بهالعلاقة هذا بالموجود عندك حسب هاي النسبة. ما يخص المود الثاني أو المود شيب الثاني، إذا نرسم هذا المقدار بنفس الأسلوب، فوحدة من الكتل تتحرك بإزاحة سالبة قيمتها 2.73 والسالب يكون أكيد مقابل للموجب والثاني موجب اللي هو واحد في هذا المقدار، وهذا الشكل يشير إلى
أن حركة الكتلتين متعاكستي الاتجاه، أي أنه إذا الكتلة الأولى تحركت لليمين الكتلة الثانية تتحرك إلى اليسار، وإذا انعكست الأولى إلى اليسار فالثانية تتحرك إلى اليمين، مع نسبة الحركة هذه اللي هي قيمة الواحدة إلى الأخرى 2.73 كنسبة، والسالب يعني تعاكس الاتجاهين للكتلة الأولى والكتلة الثانية. هذا ما يخص قيمة المود شيب الخاص بهذا الشكل. إذا نأخذ مثال ثاني، وهذا المثال نقرأ: consider the two degree of freedom system shown، اللي هو مشار إلى بالشكل هذا. use Lagrange's method to determine أي natural frequencies be mode shapes and see the nose for the system. المطلوب إيجاد قيم الذبذبات الطبيعي والmode shape والnodes إذا الموجودة، لكن عملية إيجاد العلاقات الخاصة بمعادلات الحركة من خلال استخدام لاغرانج. واللاغرانج equation تكتب بها الصيغة اللي هي دي باي دي تي partial Lagrangian للX dot، ومطروح من عند البارشال لاغرانجين نسبة إلى الX. واللاغرانج أو اللاغرانجين هو قيمة الكانتك إنرجي، مطروح من عندها البوتنشال إنرجي للنظام ككل، وقيمة الكانتك إنرجي هي الكانتك إنرجي الأولى اللي هي الكتلة الأولى M في X1 دوت تربيع على 2 مضاف لها الكتلة الثانية اللي هي 3 M في X2 دوت تربيع على 2، والبوتنشال إنرجي هي الخاصة بهذا النابض اللي هي K في X1 تربيع على 2، ومضاف لها الكي في الديسبليسمنت النسبية اللي هي اكس 2 ناقص اكس 1 الكل تربيع مقسوم على 2 مثل ما ظاهر عندك بها العلاقة هذه. هذه العلاقة تطبق على الإحداث الأول مرة والإحداث الثاني. للإحداث الأول ينطي معادلة الحركة الخاصة بالكتلة الأولى، والإحداث الثاني ينطي المعادلة الخاصة بال حركة الكتلة الثانية. فعند تطبيق هذا المبدأ على الإحداث الأول اللي هو d by dt partial Lagrangian نسبة إلى x1 dot، هذا مطروح عند Lagrangian كمشتق نسبة إلى x1، تكون هذا المقدار هو d by dt للم x1 dot باعتبار اشتقاق هذا نسبة إلى x1 dot، وهذا مشتقة نسبة إلى X1 دوت صفر، وكذلك هذا مشتقة نسبة إلى X1، فهذا المشتقة مالته معروفة، وهذا مشتقة الكل نسبة إلى X1 اللي هو القوة في القوس في مشتقة داخل القوس اللي هي تظهر هنا ناقص واحد. ونحصل من خلال هاي العلاقة أم X1 دبل دوت من بعد إكمال الاشتقاق زائد 2 X1 في K زائدا أو سالب K في X2 يساوي صفر. للX2 الإحداث الثاني نفس العلاقة هذه اللاغرانجين نشتق للX2 دوت والX2، فمثل ما يظهر هنا راح يكون المشتقة نسبة للX2 دوت بهالمقدار هذا ونسبة للX2 بهالمقدار هذا، لأن هذا الجزء المشتقة مالته نسبة للX2 صفر وهذا المشتق تالي X2 دوت صفر. فبعد إعادة ترتيب هاي العلاقة وإكمالها نحصل على المعادلة B اللي هي 3 M X2 دبل دوت ناقص K X1 زائد K X2 يساوي صفر. هاي العلاقتين A و B هي مثل معادلات الحركة اللي خاصة بالنظام، ويفترض أن هذه هارمونيك الحركات، فتكتب بصيغة الهارمونيك موشن اللي هي وطبعا تكتب بصيغة ماتريكس أوميجا تربيع بالسالب، وهذه مصفوفة الكتلة، وهذا متجه الـ amplitudes، وهنا كتب واحد وX حتى مباشرة أن نعرف أنه الأول هو
ناخذه واحد الثاني هو نسبه الى الاول او النورمالايز فاليو. كذلك هذا المقدار يمثل الاستفنس ماتريكس وهذا الديسبيسمنت فيكتور، وهنا متجه القوه اللي هو صفر حتى نحصل على الناتشرال فريكوانسي. المفروض الديتيرمننت لهالمصفوفه هذه نساوي للصفر، ومثل ما يظهر هنا هاي الديتيرمننت والمصفوفه 2 في 2، فالديتيرمننت الخاصه بها تكون بدلاله الاوميجا اس 4 ومثل ما ظاهر هنا، وكل اوميجا تربيع نفترضها لامدا، فتكون العلاقه 3 ام لامدا تربيع و7 ام كي لامدا و مضاف لها الكي تربيع. هذه معادله جبريه من الدرجه الثانيه. قيمه اللامدا ايضا بالدستور تكون قيمتين، اللامدا الاولى واللامدا الثانيه. من خلال اللامدا الاولى نحصل على قيمه الناتشرال فريكوانسي الاولى واللي قيمتها 0.391 جذر الكي على ام، والاوميجا الثانيه قيمتها جذر اللامدا 2 واللي هي 1.47 كي على ام. لو افترضنا انه الاوميجا 2 طلعت قيمتها 0.391 والاوميجا 1.47، ما نقول الناتشرال فريكوانسي الاولى قيمتها 1.47، هنا لازم نميز انه الذبذبه الطبيعيه الاولى هي اقل من الذبذبه الطبيعيه الثانيه، او الثانيه تكون اعلى من الاولى. بالنسبه للفرع بي اللي هو يريد المود شيب، نعوض الاوميجا 1 اللي هي قيمتها ب المصفوفه سي او بالعلاقتين اي ايا كان، يفضل انه بالمصفوفه سي حتى تكون العلاقات متناسبه. فالاكس 1 قيمتها 1.85، هذه الاكس 1 المقصود بها الفكتر للموت شيب الاول، اي انه الامبليتود للكتله الاولى 1 والامبليتود للكتله الثانيه 1.85 نورمالايزد. ما يخص الذبذبه الطبيعيه الثانيه اللي هي هذه، نعوضها بنفس المكان هاي بالعلاقه سي، ونحصل على قيمه الاكس 1 هذا او الواقع هذا الخاص بالذبذبه، هذا المفروض اكس 2 الخاص بالذبذبه الطبيعيه الثانيه اللي قيمته ماينس 0.181. المقصود به هنا شنو؟ الازاحه والامبليتود سعه الحركه للكتله الاولى 1 والكتله الثانيه سالب 0.181. اذا ناخذ هذا المقدار ونرسمه، ف الكتلة الأولى هذه رقم 1 إزاحتها 1، هذا المقدار هو 1، والكتلة الثانية تكون إزاحتها 1.85 مثل ما موجود عندك هنا. هذا الشكل يشير إلى أن بالمود الأول كلا الكتلتين يتحركان بنفس الاتجاه، أي أنه إذا الأول يتحرك اليمين فالثاني إلى اليمين، وكذلك إذا كان إلى اليسار. المود شيب الثاني من خلال هذا المقدار نرسمه، طبعا هذا الفكتور الاول هذا اذا نكتبه 1.85 و1، شوف 1 هو الكتله الاولى 1.85 الكتله الثانيه، والفكتور الثاني هنا اكو خطا طباعي هذا الاكس 2 هو 1 وسالب 0.181. من خلال هذا نحصل على المود شيب الثاني اللي هو للكتلة الأولى هذا 1 وللكتلة الثانية سالب 1.81 هذا المقدار، فنحصل على المود شيب اللي الذبذبة الطبيعية الأولى أو ما يدعى بالمود شيب الأول، هذا المود شيب الثاني. النقطة الأخرى اللي طلبت بها السؤال هذا أو المثال هذا اللي هي the nodes for the system، شنو تعريف النود؟ خلينا نعرف النود بالبداية وبعدين نحسبها. النود هي النقطة اللي تكون الإزاحة بها صفر بشكل مستمر، لا توجد فيها إزاحة، سواء بهاي النقطة بهالنقطة في أي نقطة من النقاط الموجودة بالنظام كله. فمن نجي بالمود الأول نلاحظ الحركات لا يوجد فيها قيمة صفرية، مو المقصود أنه لا تمر
اكوليبريم بوزيشن، لا الكتلة الأولى تتحرك حول الاكوليبريم بوزيشن وكذلك الثاني، لكن ما أكو نقطة ثابتة صفرية. بالمود الثاني نلاحظ أنه هناك نقطة واحدة دائما إزاحتها صفر، وهذه النقطة موقعها بمكان معين حتى تحسبه. إذا تقول هذه النقطة من هذه النقطة إلى النقطة الأخيرة هي تمثل طول النابض للكتلة الثانية، وهذه المسافة هي بعد النود عن الكتلة، فمثلثات اثنين، هذا المثلث وهذا المثلث، مثلثين قائمين الزاوية رأسياً متعاكسين، بإمكان إيجاد العلاقة من النسبة والتناسب، نسبة هذا العمود إلى الواحد كنسبة هذا العمود الآخر اللي هو ال إلى الأل كابتن مطروح من دل الأل مثل ما موجود هنا. فقيمة الأل هذا هو 0.15 كابتل أل، والأل قلنا هي طول النابض الخاص بالكتلة الثانية. هذا ما يخص النودز اللي هي عندنا نود واحدة فقط وموجودة بالمود الثاني وليس بالمود الأول. السبب يكون أن الكتلتين يتحركان باتجاهين متعاكسين حسب هذا المود شيب. هنا لكون الكتلتين يتحركان بنفس الاتجاه فلا توجد نود في النظام. بالنسبة للنظام السابق أيضا بالمود الأول لا توجد نود نقطة صفرية أو عقدة، بالمود الثاني توجد نود واحدة موقعها بهالمكان هذا حسب المسافات هذه تقدر تحصل على قيمتها. وراح نلاحظ أنه النود هذه تكون قيمتها أو موقعها يعتمد على قيم النابض وقيم الحركة أو نسبة المود شيب هذا اللي هي نسبة ما بين حركة الكتلة الأولى وحركة الكتلة الثانية. مثال آخر على موضوع الـ 2 degree of freedom system، والمثال يخص بندول مزدوج، وهذا البندول مكون من بندول رقم واحد يمثل كتلة M وطول L، وبندول ثاني كتلة M كذلك طول L ومرتبطين بعضهم مع البعض الآخر K، ولغرض إيجاد المود الخاصة بهذا النظام حسب ما مطلوب بالسؤال determine the normal modes of vibration of the coupled pendulum، أنه نحتاج إلى إيجاد معادلة الحركة لغرض إيجاد الذبذبة الطبيعية وشكل النسق. معادلة الحركة يفترض أنه نرسم الفري بودي دايجرام لكل بندول على حدة، وإذا نزح البندول الأول ثيتا رقم واحد بالاتجاه إلى الأيمن عندك القوة دائما للأسفل، فتسلط عزم مع عقرب الساعة اللي راح يكون سالب باعتبار أنه عكس اتجاه الحركة. قيمة هذا العزم هو الوزن كمركبة بساين ثيتا واحد بالذراع، يعني القوة تكون mg ساين ثيتا واحد في الذراع، ولكون قيمة الزاوية ثيتا واحد أو ثيتا اثنين قيمتها صغيرة حسب ما يفترض، فتكون قيمة الساين ثيتا مساوية للثيتا بالقياسات القطرية، فنحصل على العلاقة اللي هي العلاقة الأولى. فعندك summation of moments حول نقطة الدوران يساوي العزم الخاص بالقصور الذاتي للبندول، عزم القصور الذاتي في التعجيل الزاوي. فالعزم الخارجي هي الوزن كمركبة في الذراع، وقوة النابض اللي قيمته K في ثيتا واحد ناقص ثيتا اثنين كقوة، يعني هنا الـ K الستيفنس كعزم مومنت وحداتها أو الستيفنس الزاوي مضروب في الذراع أي. فمن خلال هذا الفري بودي دياجرام نحصل على العلاقة الأولى، ومن خلال الفري بودي دياجرام الخاص بالثانية هنا أيضا نفس
العلاقات، لكن يخص الزاوية الثانية فراح يكون عندك الام ال تربيع في ثيتا 2 دبل دوت يساوي الام جي ال في ال في ام جي ال في ثيتا 2 زائد كي اي تربيع في ثيتا 1 ناقص ثيتا 2. وعلاقتين هذه كابل مرتبطة بعضها مع البعض الآخر، وبالإمكان إعادة كتابتها على شكل مصفوفة. فهذه مصفوفة الـ inertia moment اللي هي عزم قصر ذاتي في تعجيد زاوي، هذا متجه التعجيد الزاوي، وهذه مصفوفة الـ stiffness إضافة إلى الوزن مضروبة في متجه الزوايا الحركة الزاوية، وأيضا هنا الحركة هارمونيك، فبالتالي يفترض أن تكون الكتلة الأولى تمتلك سعة وطور وكذلك الكتلة الثانية. فالثيتا واحد تمتلك سعة أي واحد في كوساين أوميجا تي، أو تكتب حسب الإكسبوننشال فورم. كذلك ما يخص بالثيتا اثنين نفس المسألة، لكن تكون تمتلك سعة قيمتها أي اثنين، والكوساين الخاص بها نفس السرعة بالنسبة لي الإزاحة الأولى والإزاحة الثانية. هذه إذا نرجع العلاقات بالعلاقة الخاصة بمعادلات الحركة، نحصل على من خلالها على مصفوفة، والديتيرمنت الخاصة بهذه المصفوفة هي اللي كانت تشبه الأمثلة السابقة، تنطي الذبذبة الطبيعية الأولى والذبذبة الطبيعية الثانية. الذبذبة الطبيعية الأولى قيمتها جي على ال، الذبذبة الطبيعية الثانية جي على ال مضاف لها 2 كي على ام في اي تربيع على ال تربيع كلها تحت الجذر. إذا أردنا نشوف المود شيب الخاص بالموديل الأول، نعوض هاي الأوميجا واحد بالمصفوفة الناتجة من هاي العلاقة، نحصل على ال اي 1 إلى اي 2 للموديل الأول يساوي 1، وبتعويض الأوميجا 2 بنفس العلاقة نحصل على الأي واحد إلى الأي اثنين المود الثاني سالب 1. من خلال المود شيب الأول نلاحظ أن البندولين يتحركان بنفس الحركة، أي نفس الاتجاه ونفس المقادير، ثيتا واحد تساوي ثيتا اثنين، وبنفس الاتجاه سواء لليمين أو لليسار. من خلال المود الثاني، طبعا المود الأول هذا مرسوم هنا، هذا المقدار يمثل ثيتا واحد وهذا المقدار يمثل ثيتا اثنين. المود الثاني نسبة الأي واحد إلى أي اثنين سالب واحد، هذا يشير إلى أنه الكتلتين يتحركان بنفس المقدار ولكن باتجاهين متعاكسين، أي أنهم ثيتا واحد تساوي ثيتا اثنين لكن ثيتا واحد معاكسة لثيتا اثنين. واللي هنا عندك العلاقة تكون متعاكسة مثل ما موجود هنا، وأكو عندك نود، هذا النود هنا موجودة بمنتصف النابض الرابط ما بين الكتلتين. المود الأول لا يوجد فيها نود، المود الثاني يوجد فيها نود وموقع بها النقطة هذه اللي هي تدعى العقدة أو النقطة الصفرية الإزاحة أو العقدة الصفرية الإزاحة. هذا ما يتعلق ب البندول المركب. نلاحظ من خلال المود الموجوده، المود الاول هي مساويه للبندول الاحادي درجه الحريه اللي هي سنجل بندلم، وهذا يعني انه الكتلتين يتصرفان وكانما كتله واحده، او البندولين يتصرفان كانهما بندول واحد، لكن الثاني المود الثاني يكون بقيمة مختلفة، ما عدا يكون الاتجاه يكون متعاكس ما بين حركة البندول الثاني والبندول الأول، أي الواحد معاكس لاتجاه الثاني.